زيارات للقبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام. زيارة القبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام. خخاخم قنر شو وزش حشوتر. الأول زيارة شرعية. يبرر شريعتهم دي قرآن رسول نمرة سريتهم ودو خخاخم قنرا. ولا بد فيها من شروط ثلاثة. أب شرط بقوة شيئش هويش شرطيش. الشرط الأول أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الموت، تذكر الدار الآخرة. يا بري شرط نيتي أن وجه مسلمان ما بشك وجه أخرتر فنغر عليك في غج جنر. الشرط الثاني لا يسافر، لا يشد الرحل لزيارة القبور. يا توان الشرط أقخاثم سكون جو غوانة تيحوش تنويقم عز دبسوم الشرط الثالث أن ينوي بهذه الزيارة الدعاء له وللأموات. يشان الشرط يار عبش أكون خير قخاثم ش أكون خير دعايا خيشنش حاجة عبديش أخم. فإن نوى دعاء الأموات من دون الله فهذه الزيارة زيارة شركية. أو عبديش أخم قخاثم ش أخم يشأنو أخم شوكة زخوي غزنو أرام شكور أر أبغى خد نيت شو كخنكم خخاف مار شرك شيوجا. وإن نوى دعاء الله عند الأموات يعني كان يدعو مثلا بزوجة أو إلى ذلك فهذه زيارة بدعية. أو خخاف مشخم خو يتحلق شيء زخوي مغاز ويمل وأو أخخاف ديس شتو سلا أو ما سيتحنا سيتحلق ورنا قبل خنو جوجيو على حشكم بديس شيء لا أمو سي ودن سي بنكم مش حاجة سي شحوس خمس حاجة جيوكم أر شرككم أو أر بدعة دينم شمش أخوه.